بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة العلوم. درس النهاردة الجهاز الحركي. ما معنى الحركة؟ الحركة هي قدرة الكائن الحي على تغيير مكانه في الوسط الذي يعيش فيه من مكان إلى مكان. الجهاز الهيكلي في الإنسان بيتكون من جزئين، الجزء الأول هيكل محوري والجزء الثاني هيكل طرفي. الهيكل المحوري بيتكون من الجمجمة، القفص الصدري، العمود الفقري. الهيكل الطرفي بيتكون من طرفين علويين، طرفين سفليين. أولا الهيكل المحوري، رقم واحد الجمجمة. الجمجمة علبة عظمية بتحتوي على تجاويف للعينين والأنف والأذنين والفم. وظيفة الجمجمة حماية المخ وأعضاء الحس. أعضاء الحس اللي هي العينين والأنف والأذنين والفم. تاني حاجة القفص الصدري. القفص الصدري بيتكون من الضلوع وبتتصل من الأمام بعظمة اسمها عظمة القص. يبقى بيتكون القفص الصدري من 12 زوج من الضلوع تتصل من الخلف بالعمود الفقري ومن الأمام بعظمة القص. وظيفة القفص الصدري حماية القلب والرئتين وبتساعد في عملية الشهيق والزفير. رقم 3 العمود الفقري بيتكون من فقرات وبين كل فقرة وفقرة توجد غضاريف. العمود الفقري هو محور الهيكل العظمي في الإنسان، بيتكون من 33 فقرة عظمية بينهم غضاريف. وظيفة الغضاريف بتمنع احتكاك الفقرات بعضها ببعض. وظيفة العمود الفقري حماية الحبل الشوكي ويسمح للجسم بالانحناء في اتجاهات مختلفة. ثانيا الهيكل الطرفي. الهيكل الطرفي قلنا بيتكون من طرفين علويين، ديت عظام الكتف. الطرفين العلويين بيتصلوا بعظام الكتف من أعلى، ده العضد الساعد عظام اليد. الطرفين العلويين عندنا عظمة العضد وعظمة الساعد وعظام اليد تتصل بالعمود الفقري عن طريق عظام الكتف. وظيفة الطرفين العلويين تناول الطعام والشراب، الإمساك بالأشياء والكتابة. الطرفين السفليين هنا عندنا عظام الحوض، الفخذ، الساق، عظام القدم. يبقى الطرفين السفليين بيتكونوا من عظمة الفخذ، عظمة الساق، عظام القدم التي تتصل بالعمود الفقري عن طريق عظام الحوض. وظيفة الطرفين السفليين المشي، الجري، الوقوف، الجلوس، وحمل باقي الجسم. المفاصل وأهميتها في الحركة. المفاصل. المفاصل هي مناطق اتصال العظام بعضها ببعض، ووظيفتها بتساعد في حركة الجسم. يبقى المفاصل عبارة عن اتصال عظمتين ببعض. آدي العظم، طرفي العظمتين بيكونوا المفصل. هنا عظمة وهنا عظمة والطرفين بتوعهم بيكونوا المفصل. وظيفة المفاصل تسمح بالحركة فيما بين العظام. أنواع المفاصل. عندنا مفاصل ثابتة. يعني إيه ثابتة؟ يعني عديمة الحركة. مفاصل لا تسمح بأي حركة. مثل مفاصل الجمجمة،
النوع الثاني من المفاصل مفاصل محدودة الحركة، وهي مفاصل بتسمح بالحركة في اتجاه واحد فقط زي مفاصل الركبة والكوع. النوع الثالث من المفاصل مفاصل واسعة الحركة، وديت مفاصل بتسمح بالحركة في جميع الاتجاهات زي مفاصل الكتف والفخذ. حل كتاب المدرسة على درس الجهاز الحركي. السؤال الأول، اكتب المفهوم العلمي. رقم 1، الهيكل الذي يضم الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقاري الهيكل المحوري. السؤال الثاني، محور الهيكل العظمي في جسم الإنسان العمود الفقاري. السؤال اللي بعده، الهيكل الذي يضم الطرفان العلويان والطرفان السفليان الهيكل الطرفي. السؤال اللي بعده، موضع اتصال طرفي عظمتين المفصل. السؤال الثاني، حدد نوع المفاصل التالية: مفصل الركبة، محدود الحركة، مفصل المرفق اللي هو الكوع، محدود الحركة، مفصل الكتف، واسع الحركة. السؤال الثالث، ماذا يحدث إذا كان مفصل الفخذ محدود الحركة؟ لا يستطيع الإنسان أن يتحرك بسهولة. السؤال الرابع، ضع علامة صح أو خطأ مع التصويب. يتكون هيكل الطرف السفلي من العضد وعظمتي الساعد وعظام اليد. العبارة خاطئة، طفين الغلط، كلمة السفلي. والتصويب العلوي، يبقى يتكون الطرف العلوي من العضد وعظمتي الساعد وعظام اليد. السؤال اللي بعده، مفصل الركبة واسع الحركة. العبارة خاطئة، فين الكلمة الغلط؟ واسع، والتصويب محدود، يبقى مفصل الركبة محدود الحركة. السؤال اللي بعده، مفصل الكتف من المفاصل ثابتة الحركة. العبارة خاطئة، فين الخطأ؟ ثابتة، والتصويب واسعة، يبقى مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة. السؤال اللي بعده، المفاصل تربط العظام بالعضلات. العبارة خاطئة، الكلمة الغلط بالعضلات، والتصويب بالعظام، يبقى الجملة الصحيحة، المفاصل تربط العظام بالعظام. إن شاء الله الدرس القادم الاختبار الرابع على الوحدة الرابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.